شريهان اسمحي لي بس عايز اشرح لك حاجه. هي بس ولا في غيرها؟ لا هي بس. عرفتها منين؟ من النادي. انت ازاي تعمل كده؟ دي ما كملتش 20 سنه وفي العربيه؟ في العربيه كامل؟ انت فكرت ان حد ممكن يشوفك؟ ما جاش في بالي ان يكون حد مراقبني. ما لقيتش غير الشارع زي ال شريهان. شريهان انا غلطت وبعترف ومش هتكرر تاني. غلط؟ انت متخيل اللي صورك الصور دي ممكن يعمل فيا وفيك ايه؟ ها؟ ومعايا قاصر؟ لا لا هي مش قاصر، هي بان شكلها صغير بس. انت بتخوني انا يا كامل؟ انا شيري انا هشرح لك والله كل حاجه بقى. كامل انا هدفعك تمن اللي انت عملته ده غالي قوي قوي. بونسوار. 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 عايزة ترابيزة كم فرد مدام؟ واحد. تفضل. ميرسي. شكرا قوي. ريا. بونزور. حضرتك طلبتي ولا لسه؟ تحبي شاي؟ حضرتك كويسة؟ هو في حاجة؟ انتي حلوة قوي. حضرتك قلتي ايه؟ لا ولا حاجة، اصلا لسه سامعة خبر وحش حالا. انا متأسفة قوي. طب ممكن تهدي شوية؟ انا هبعتلك ليمون. ليمون؟ تحبي ابعتلك اي حاجة تانية؟ هو انت طيبه كده بجد ولا بتمثلي؟ بحاول. طب معلش انا مضطره امشي. لا ما ينفعش، هتمشي وانت في الحال ده اقعدي بس شويه وروقي كده واشربي حاجه، وصدقيني مفيش حاجه بتستمر على حالها، كله بيعدي مهما كان. دقيقه والليمون هيكون عندك. انا عزماكي. هو انت بتعملي كده ليه؟ انا كمان عدت عليا ايام وحشه كتير، وكنت اتمنى اي حد فضفض معاه بكلمتين يعز عليا اشوفك في الحال ده واسيبك تمشي. معلش معلش انا لازم امشي. طب اسمعي، الدنيا دلوقتي رايقه، ايه رايك اروح اجيب لك الليمون، ولو حابه تتكلمي انا ممكن اقعد معاكي شويه، نرغي حبه كده لحد ما تفكي وتبقي احسن، ايه رايك؟ شكلنا هنبقى اصحاب. الا بالحق نسيت اسالك، انت اسمك ايه؟ انا اسمي انا تحيه. ماشي تحيه، هجيب لك الليمون وارجع على طول. روقي. ها
دقيقة واحدة هبلغهم بالطلب وارجع لك تاني. ازيك يا تحية؟ ولا تحبي اقول لك يا توتو؟ زي ما تحبي. عاملة ايه؟ رجلك خدت على المكان، بقيتي زبون. اصل المكان هنا حلو قوي، وانا الصراحة ما عنديش حاجة اعملها بعد وفاة جوزي شاهين. يا خبر، انا ما كنتش عارفة ان جوزك توفى. هو توفى بقاله سنين، بس انا لسه لابسة الدبلة عشان يعني ما هنش عليا. البقية في حياتك يا توتو. حياتك البقية. هو توفى ازاي؟ شرق في بذرة ليمونة. البقية في حياتك. بس انتي ما قلتليش، انتي متجوزة ولا مخطوبة؟ ولا دي. هو في حد، بس احنا لسه مش عارفين هنعمل ايه. كل اللي اعرفه ان هو بيحبني قوي. هو متجوز يعني مش كده؟ انت عرفتي ازاي؟ ما انت بتقولي مش عارفين هنعمل ايه، يبقى اكيد متجوز. طب وطي صوتك بس لحسن حد يسمعني. طيب هو ما قالكيش بيخون مراته معاكي ليه؟ ايه؟ اقصد يعني ما قالكيش ازاي بيحبك وهو متجوز؟ عادي يعني يا توتو، عشان الجواز ممل. بصي، هو بيقولي ان هو بيحبني، وانا ساعات بصدقه وساعات ما بصدقوش. ساعات بقول ان احنا كلها كام يوم ونسيب بعض ونزهق. بجد؟ ايوه. ما هو اكيد جالي عشان مراته زي كل الستات المتجوزين، ريحتهم بصل وتوم، وهو راجل يعني اشتاق للحب من اول وجديد. يعني هو اللي قالك الكلام ده؟ من غير ما يقول يا توتو. اكيد مراته زي اي ست قاعده في البيت، تخينه ووحشه وممله، نسيت ازاي تخليه مشتاق لها. ثانية واحدة يا توتو، هشوفهم عايزين ايه وهرجع لك على طول. يلا بسرعة.